كلياتنا عم نسمع عن تطور الذكاء الاصطناعي ودخوله جميع المجالات ومنها مجال الطب، وله حيز كتير كبير في طب الاسنان. نحكي عن هذا الموضوع اكثر، استخدامات الذكاء الاصطناعي قديش فعليا في تطوير في طب الاسنان من خلال الذكاء الاصطناعي. معنا الدكتور ابراهيم تركماني، استاذ في كليه الطب في جامعه البعث واختصاصي في تجميل الاسنان والتعويضات الفكيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير سوريا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بداية نحن بنعرف كلياتنا انه الذكاء الصناعي صار موجود بكل مجالات الحياة، اليوم حابين نحكي عن استخدام الذكاء الصناعي بمجال الطب الأسنان. بداية مثل ما تفضلتي حضرتك، موضوع الذكاء الاصطناعي هو موجود بكل نواحي الحياة، وهي حقيقة صارت يعني صحيح. واضحة بالنسبة لنا. وإذا بدنا نقول انه هو حديث الموضوع الذكاء الاصطناعي فأكيد لا، لأنه هو إجا نتيجة تطور يعني صحيح. عدة مراحل بدأت بال 1950 وحتى الآن عم يتطور الذكاء الاصطناعي وبكل مناحي الحياة منها طب الأسنان. وليش نحن تناولنا طب الأسنان؟ لأنه وقت اللي بنحكي عن الذكاء الاصطناعي بنحكي عن موضوع التطور، والتطور وقت اللي بنحكي عنه بنحكي عن الأدوات. فأدوات طب الأسنان يلي بيستخدمها طبيب الأسنان أو طالب طب الأسنان يلي عم يتعلموا بالجامعات هن ناس بيستخدموا أدوات محددة، وبالتالي ضمن هالمفاهيم والأدوات بتكون العلاجات. طبعا كل ما بتتطور هالأدوات والمواد فهي راح يكون في حالة تطور بالعلاج صحيح. وبالتالي نحن نشوف هاي نتائجه، والتطور بيكون بمنحين، منح الوقت الإنجاز السريع والدقيق، وبالتالي النتائج المثمرة العالية الجودة. إذا موضوع الذكاء الاصطناعي بوفر علينا وقت وبوفر علينا جهود عالية، يعني بيعطينا بيمنحنا جهود عالية بالعمل. شو السبب؟ لأنه الذكاء الاصطناعي هو ذكاء بيعتمد على تطور الخوارزميات، وبالتالي ما بس بيجمع لي خبرات، لا هو بيعطيني حلول مبتكرة من ملايين العمليات اللي بيساويها بالحاسوب. إذا الموضوع في توفير وقت وفي إعطاء جودة عالية جدا 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 صحيح. هاي النقطة الأساسية بالذكاء الاصطناعي وتحديدا بطب الأسنان ما دام هو مجال الحديث اللي عم نحكي عنه. احنا عم نحكي عن توفير وقت، توفير جهد، وعم نحكي عن جودة عالية لما نحكي فعليا دخول الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان. بس خلينا نحكي عن أحدث التقنيات الطبية في مجال الأسنان بما يخص الذكاء الاصطناعي، إذا بدنا نحكي عنها بشكل موسع أكثر مؤخرا شو هي؟ هلا انا وقت اللي بدي اقول عن الذكاء الاصطناعي الادوات يلي تستخدم، فانا رايح باتجاه حكما استخدام الحاسوب، لانه هي عمليات خوارزميه، وبالتالي في اجهزه بالكمبيوتر متوفره بعيادات طب الاسنان تسمح لنا انه نطور عملنا. هالاجهزه هي مختلفه ومتنوعه. خلينا نقول نحن على مستوى حاليا شو هي الاجهزه اللي نحن ممكن نستخدمها. صحيح. العيادات العالميه هلا عم تستخدم انه روبوت خلينا نقول، او يعني جهاز كمبيوتر، نحن مشان نلطف الكلمه ما يكون عندنا دائما نتخيل الشكل اللي نحن نشوفه بشكل بشري. انه فهالاجهزه هي يعني بتحتوي الذكاء الاصطناعي المتطور، بتاخذ كل المعلومات من المرضى وبتسجلهم وبتدونهم وبتأرشف كل المعلومات سواء الطبيه او الاجتماعيه او ما يخص العياده اللي بده اياها المعلومات الطبيب الاسنان من مرضى. هالتسجيل هذا بتخلي بتسمح له انه يسهل عمل الطبيب، يوفر عليه جهد كتير كبير، ويوفر معلومات فوريه عن اي مريض بيطلبها باللحظه. النقطة الثانية بوفر عملية التواصل مع المرضى بشكل دائم، بيعطيهم نصائح وبيعمل مواعيد وبيهيئ الجدول الطبيب بما يسمح انه يعمل بيسر وسهولة ويجمع المرضى بما يتوافق مع ظروفهم وظروف الطبيب. فالعمل هذا السكرتاري اذا قلنا بالاستقبال بالريسبشن بالمركز او بالعيادة طب الاسنان تعمل حاجة مهمة حقيقة كتير كبيرة، وبتعطي بعد بالعمل وبتعطي نصائح للمرضى على مدار الساعة. فإذا الموضوع طلع من محدودية الزمان والمكان وعطى بعد كتير كبير، وممكن الدخول له
من أي نقطة بالعالم، وبالتالي يعني نحن بتعرفوا بسوريا الحمد لله حتى الآن في عنا السياحة الطبية بشكل كتير كبير بطب الأسنان، وهذا الشيء اللي بيخلي إنه نحن المغتربين أو إخواننا أو أشقائنا العرب وقت بيجوا على سوريا ما في داعي يقعد يتعذب، ممكن من خلال الاتصال بالعيادة عبر الذكاء الاصطناعي يقدر فورا ياخذ كل المعلومات والبيانات ويسجل وياخذ موعد. فهذا موضوع إذا بالذكاء الاصطناعي وفر كتير كتير جهد وعطى مساحة كتير مهمة، وممكن استقبال الصور الأشعة اللي ممكن تكون موجودة عند المريض إذا كان مساويها. هاي نقطة بموضوع الريسبشن أو الاستقبال. إذا بدنا ندخل على داخل العيادة راح يكون في عنا عدة أجهزة حقيقة بتعطينا بعد بالذكاء الاصطناعي. شو هالأجهزة هاي؟ هي الأجهزة يلي بتعطينا البعد التشخيصي، يلي هي عبارة عن كاميرات منها الشعاعية ومنها الكاميرات الفموية، وهدول شو بيوفروا لي؟ بيوفروا لي إنه قراءة سريعة جدا يعني للطبيب فورا بتعطيه التشخيص والدقة بعدين لموضوع خطة العلاج، والكاميرات الفموية اللي موجودة بتعطي تشخيص للغشاء المخاطي كذلك بالتعاون مع الأشعة، وبالتالي تقدر تشخص الآفات الفموية فوراً. وهي نقطة يعني ما أنا مسبوقة حقيقة بدون الذكاء الاصطناعي، مضطر إنه الطبيب يكون في عنده مهارات تشخيصية عالية المستوى وخبرة كتير كبيرة لحتى يقدر يشخص، وخاصة في يعني حالات بصير بدها استشارات كتير مهمة. بس بالذكاء الاصطناعي حقيقة للتو مباشرة بياخد قرار الطبيب شو الحالة التشخيصية اللي عنده إياها، هل هي سليمة ولا فيها مشكلة أو آفة أو سرطان أو لا سمح الله. فمننتقل على موضوع التاني، هو الأمور البسيطة يلي موضوع النخور يلي بيقدر يحدد بالضبط شو هي، شو مساحتها، شو كميتها، سواء متوقفة ولا ممكن تعمل تتابع بسيرورة النخر. وبالتالي يعني نحن أمام حالة تشخيصية كتير مهمة. ننتقل للنقطة الثانية اللي هي في أجهزة علاجية. صحيح. يعني أنا وقت اللي عم بحكي هلا ما عم بقول إنه بسوريا في كتير من الأجهزة موجودة بعيادات طب الأسنان المتطورة، وبالتالي في بعض الأجهزة ممكن يكون في لها علاجات وقت المعالجات باللبية أو بالحشوات، وفي معالجات وهي نحن عم نستخدمها بكتير بموضوع الفينيرات أو بموضوع التيجان حتى بالأجهزة الكاملة الجزئية، كلها هي عم تكون ضمن الموضوع الأجهزة بالذكاء الاصطناعي. هي عم توفر كتير دقة وعم تعطينا سرعة بالأداء. طبعا هي الأجهزة وقت بنحكي على موضوع تعويضات مرتبطة بمخابر بالمقابل ترسل إلى البيانات سواء موجودة بمركز طب الأسنان أو خارج مركز طب الأسنان، وفورا تعالج وخلال فترة وجيزة يكون التعويض جاهز. إذا موضوع الذكاء الاصطناعي يعني أنا بشوفه وفر جهد من الطبيب، وفر وقته، وحقيقة هي الموضوع عطانا جودة كتير مهمة وعالية. وما بس هيك، الجودة أتت من دقة الأجهزة، ونحن نعرف وقت بيدخل موضوع أجهزة الذكاء الاصطناعي عم تدخل بمركبات الفضاء وعم تدخل بموضوع الطيران، فموضوع بالأجهزة الطبية بتكون كمان عالية الدقة، وبالتالي ناخد جودة عالية مهمة بالعلاج. ونحن تحت هذا الأمر يعني بالموضوع التعويضي بنلاحظ أنه ناخد دائما نتائج كتير مهمة. الموضوع الثاني هو الدخول على موضوع أنه يعمل جراحات، يعني هلأ في عنا نحن صار موضوع كمان الروبوتات والمشاركة مع الأطباء أنه بأجهزة تقدر تشارك بالموضوع الجراحة. هلأ هذا طبيا حتى موجود بالعمليات الكبيرة وعن بعد، ويعني أنا بدي من خلال هلأ الفكرة نحن أنا حاكي عن موضوع تعليم طب الأسنان عن بعد
من فترة أكثر من 20 سنة حقيقة، وكانت فكرة غريبة وقتها طرحت ببحث أنه تعليم طب الأسنان عن بعد عربيا، وطرحنا يعني عن طريق مسابقات طلابية بجامعة أسيوط بمصر وطبع بمجلدات ضمن جامعة أسيوط. فإذن الموضوع هالتقنيات هي اللي موجودة، هي عم تتطور بشكل كتير كبير، صحيح، وتسمح لنا أنه حقيقة نفكر بشكل أفضل ونعطي حلول أفضل. يعني التشاركية ليس يعني أنا وقت اللي بتصعب علي حالة مريض بحولها لزميلي وزميلي نفس الشيء بحول لي ونتشاور، هي استشارة. بالذكاء الاصطناعي هذا الموضوع بلحظة صار يعني التشاركية مع عدد هائل من الأطباء وبفرص إنه إيجاد حلول مبتكرة. هاي النقطة الأساسية مهمة. يعني ما في حلول تقليدية، أنا عم أفكر بأسلوب تقليدي، زميلي عم أفكر بأسلوب تاني تقليدي، ماشيين بمدرستين يعني متقاربتين، يعني وبالتالي ممكن ننور بعضنا بنقاط. هون بالذكاء الاصطناعي هي هون الفكرة مشان نوضحها نحن، إنه هي بالخوارزميات يلي المبتكرة للذكاء الاصطناعي ما بس جمعت خبرات، يعني هي النقطة أرجو توضيحها، هي أوجدت حلول مبتكرة لأي حالة. وهون يعني الموضوع بالذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي هو حالة رح تكون موجودة عند كل الأطباء؟ هي مثل أي، أنا بشوفها هيك، يعني مثل أي حالة تطور رح تكون تمشي شوي شوي، لكن بالأخير رايحين نلاقي حالنا يعني أمام حالي ما نقدر حقيقة نمارس طب الأسنان إلا من خلال الذكاء الاصطناعي. وهي نقطة غايبة الأهمية، وين أهميتها؟ أهميتها أنه يلي ما بده يدخل بهالمجال رح يلاقي حاله مخالف للركب، وبالتالي ما عاد يقدر يساير علوم العصر، وما عاد يقدر يعالج بالطرق الحديثة، وبالتالي بده يتوقف، يا أما بده يضطر أنه يتابع. هلأ نحن بنشوف أنه أطبائنا بيسافروا وبروحوا وبيعملوا دورات وكذا ليطوروا أمورهم، البقية اللي ما بيبقى هيك رح يتم على وضعه. لذلك يعني هذا الموضوع حتى نحن ما نوقف عند نقطة، نحن ببرامجنا بكليات طب الأسنان بالجمهورية العربية السورية حتى الآن لم ندرك أهمية الذكاء الاصطناعي كبرامج تعليمية بطب الأسنان. يجب، ومع الاحترام لكلمة يجب يعني هاي بكلمة رجاء، أنه يكون مقترح من خلال الشاشة الكريمة إدخال بمناهج طب الأسنان الذكاء الاصطناعي، لأنه هو مرحلة قادمة وقريبة جدا بشكل سريع. صحيح. وليش قريبة؟ أنا هذا السؤال اللي بدي أحكيه ومهم، يعني هذا الجواب له بشكل دقيق. يعني الموضوع كالتالي، بالتقارير الاقتصادية يلي شركات طب الأسنان المنتجة للذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات القادمة حطت ميزانية ضخمة جدا 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 لأجهزة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي استثمارها بشكل كتير كبير. صحيح. وبالتالي رح تنطرح الأجهزة بشكل كتير كبير، وحقيقة رح تكون مجتمعات طب الأسنان عبر الكرة الأرضية تتناول هذا الموضوع، ورح يكون في عنا شريحة مهمة من أطباء الأسنان يضطروا أنه يسافروا يتعلموا، أو يعني تصير في دورات هون عبر الأونلاين، أو يعني بطريقة أو بأخرى ويحاولوا يتعلموا هاي التقنيات الحديثة. هذا الموضوع يعني بشكل عبء على الجامعات أنه تبادر لإدخال الذكاء الاصطناعي بشكل موسع وممنهج وأكاديمي، لحتى طبيب الأسنان يقدر يكون قادر الخريج يكون يبقى أكيد كما هو الآن، يعني المنتج العالمي اللي نحن نفتخر فيه. فلحتى نضل أو نبقى بهالمستوى هذا لازم ندخل على هالموضوع، لأنه هي بدها تصير في عنا حالة تشاركية بالتعليم بين يعني كلية الاتصالات والإلكترون، بين كلية المعلوماتية، وبالتالي يجب أن تكون في منهجية حقيقة يتفهمها طالب طب الأسنان وبعدين طبيب الأسنان، لحتى يقدر يشكل حيز ومساحة بالعمل متطورة. وهذا وقت بنحكي على مساحة
طالب طب الأسنان متطور، عم نحكي على خدمات طب الأسنان متطورة، عم نحكي على موضوع خدمات صحية عالية المستوى الجمهورية العربية السورية. ليش؟ لأنه بالذكاء الاصطناعي رح يعمل لي كشف مبكر عن الأمراض بشكل كتير كبير، رح يعطيني تقنيات علاجية فائقة ما فيها أخطاء، وبالتالي أنا عم وفر كتير على صحة المواطن وعم بعطي جودة عالية. وهي غاية يعني الطب، أنه يحفظ الصحة بشكل عام والصحة الفموية يعني كطب أسنان بشكل خاص. وبالتالي نحن أمام هذا التحدي. أنا من هون يعني بشوف الرؤية أنه نحن كيف، أو عم أكد على المناهج يلي نحن حتى الآن ما بدرنا يعني حقيقة. ممكن تكون، أنا ما بدي أحكي عن محاضرات فردية بالجامعة، لا، لأنه يجب أنه تكون ضمن المنهاج وتكون ضمن يعني الرؤية الأكاديمية لحتى يصير حقيقة في تحقيق على أرض الواقع ومن خلال المناهج النظرية والعملية لطب الأسنان. أكيد يعني دكتور، مثل ما ذكرت بنتمنى أكيد تدخل هي التقنية بالمناهج ويستفيدوا منها كل الخريجين. خلينا نروح، أكيد حضرتك أنه الذكاء الاصطناعي بطب الأسنان مجال واسع، صار عندنا حلول، صار عندنا علاجات، صار في عندنا تشخيص لكثير من المشاكل بالأسنان. طيب التقنيات أو الأجهزة اللي ذكرتها حضرتك، خلينا نوضح أكثر، هي موجودة موجودة عندنا بسوريا اليوم، عم تطبق نظريا عمليا؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا وقت انا بحكي على عيادة فيها ذكاء اصطناعي، انا عم بحكي على كثير من النقاط اللي هي خلينا نقول تحت رقم الرقمية، الأجهزة الرقمية هي ضمن الذكاء الاصطناعي اللي بتكون موجودة هلا متوفرة. وانا بشوف يعني بدمشق يمكن غالبية عياداتنا فيها الذكاء الاصطناعي او الأجهزة الرقمية، مثل هي يلي مثلا المعالجات اللبية. انا بتخيل انه صار العيادات غالبيتها العظمى يعني اذا نادرا انا يمكن شوف انه عيادي ما فيها اجهزة لبية بتعالج بالشكل الرقمي. ونشوف عند اطباء الاسنان الشاشات يلي بيشوفوها المرضى وهن عم يسحبوا لهم العصب ويحشوا مكانه، في بيشوفوا لوحة رقمية. هذه احد اشكال الذكاء الاصطناعي. يعني هي رقمية، والذكاء الاصطناعي لسه بيشاركنا بشكل اكبر، بيعطينا دقة اكبر بكتير وحلول اكبر بكتير، لكن هذا الشكل البسيط من الذكاء الاصطناعي اللي موجود. هي الأجهزة هي الرقمية، فهي متوفرة بسوريا. هلا اذا بدي اقول انه في أجهزة تانية موجودة، هي طبعا في أجهزة تانية اللي حكيناها، الكات كام يلي هي بتعملنا الفينيرات واللومينير و تيجان الزيركون، هي كلياتها معتمدة على أجهزة الكمبيوتر. وبنشوف انه من خلال الكمبيوتر بصير تصوير للفم ضوئي، وبتروح بإرسال على الجهاز الكات كام، وهنيك بيتعالج من خلال شاشة كمبيوتر وبتصمم الجهاز، بينعطى حلول. يعني مجرد انه انا اعطي حلول بتصير. بشوف انا الشغله الثانيه اللي هي تصميم الابتسامي، وهي كلياتنا بنعرفها. انا عم اضرب امثله هلا معروفه للناس، انه انا بدي ابتسامي، فالطبيب بفرجيها للمريضه انه والله شوفي بتناسبك هالابتسامه هاي، بعد ما بياخذ الصور المناسبه. وبالتالي كل الكمبيوتر هو الذكاء الاصطناعي عم يشارك الطبيب. يعني الطبيب عم يعطي الوجه، كل هذا يندرج مثل يعني تحضن الذكاء الاصطناعي. يعني بالضبط. كل هاي التقنيات، لانه يمكن الناس مرتبطه بانه الذكاء الاصطناعي والتطور الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي هو ريبوتات اكثر شيء، لا، في كثير امور اخرى تصنف بشكل اساسي لهيك عم نفسرها بشكل اكبر، تصنف تحت او ضمن الذكاء الاصطناعي. بس دكتور خلينا نحكي، فعليا في ناس مع وفي ناس ضد التطور الكبير للذكاء الاصطناعي اللي فعليا هو عم يدخل جميع مفاصل حياتنا. وفي دراسات مثل ما ذكرت عم تقول من هون لخمس سنين رح تم الاستغناء عن عدد كثير من الوظائف بسبب بديل موجود وهو الذكاء الاصطناعي. فعليا اذا نقول الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان له ايجابيات وله سلبيات اذا بدنا نحكي عنه ولا لا؟ هلا انا اذا بدي اقول، انا بقول انه نحن ضمن الايجابيات. انا بقول ضمن الايجابيات، تطور يعني دائما هو حالة إيجابية.
صحيح. انا نظرتي يعني عفوا اسمحوا لي يعني بالمطلق وقت بنحكي عن التطور حتى اذا طلع سلبي بيكون استخدامه الخاطئ يعني. يعني انا صحيح. ما بدي اقول في سلبيه بالموضوع صحيح. انا بدي اقول انه دائما التطور الانساني اللي بيفكر هو ايجابي صحيح. يعني مجرد انسان انا عم فكر كون احسن اليوم من امبارح فانا انسان ايجابي هي نقطه ايجابيه. العلم عم يتطور، الشركات عم تسعى ما بشان بس تخدمنا ولا تخدم نفسها اقتصاديا، وعم بحطوا اموال خياليه وهائله لقاء انه يحسنوا منتجهم الاقتصادي من خلال الافكار الايجابيه للعلم. يعني هن موظفين علماء كبار عم يشتغلوا بمجالات محدده ليطوروا اجهزه على مدار الساعه، وبالتالي هذا الموضوع لخدمة البشرية بالتأكيد ولكن لخدمته الاقتصادية من ناحية، وهن مدام عم يفرضوا هالأجهزة فرح يكون إلى اتساع. هلأ الموضوع الإيجابيات يلي بتصير هي إيجابيات أنا بشوفها عالية جدا ونحن ما لازم نخاف. إمتى منخاف؟ وقت ما منعرف، وقت أنا بعرف يعني أنه هذا الأمر الجهاز ممكن استخدامه والاستفادة منه بشكل كتير كبير واستخدمه بشكل جيد فما رح خاف على الإطلاق. ونحن كلياتنا أول ما نستخدم أي جهاز بنكون حريصين صحيح وبدقة بس بعدين نتملكه ويصير عنا معرفة تامة فيه بصير بمنتهى السهولة واليسر ما عنا أي مشكلة فيه لأنه بصير استخدامه كتير سهل آمن. أنا بعرف كل العوامل اللي موجودة فيه استفيد منها فهذا الموضوع يعني أنا وقت بشتري لابتوب أول مرة بكون في عندي أي زر بدي أكبسه وكيف وبسأل أكيد. فالموضوع بالنسبة لي إذن الموضوع الحالة الإيجابية حالة صحيح. متوفرة صحيح. وأنا بشوفها حالة مهمة جدا بالنسبة لنا وما لازم نخاف أكيد. القادم لازم نتعلم، وقت اللي بنتعلم نحن راح يكون في عنا رؤية نتائج أفضل صحيح رؤية واستخدام كتير جيد ولازم نؤمن أنه العلم بيشتغل صح دائما. طبعا دكتور يعني يمكن لما نحكي عن موضوع له فائدة علمية أو طبية أكيد السلبيات رح تكون قليلة نوعا ما. بدنا نشكر كتير وجودك معنا ونتمنى أكيد يتم استخدام الذكاء الصناعي بطريقة إيجابية ونستفيد منه ونوظفه بشكل صحيح. الدكتور إبراهيم تركماني أستاذ في كلية طب الأسنان جامعة البعث واختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. بدنا نشكر كتير وجودك معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور.